قال ابن القيم رحمه الله: فخلاصة القول. فخلاصة القول قال رحمه الله: هذه السكينة تجعل العبد مصدقا لما يخبر الله، تجعله مطبقا لأمر الله، تجعله مجتنبا لنهي الله عز وجل. قال: وإنما تأتي في قلوب المؤمنين لا لنقص فيهم، وإنما لرفعة درجتهم إذا دافعوا تلك الوساوس، فيمن الله عز وجل عليهم بالسكينة، فإن الوساوس ربما تأتي في أصول الإيمان، فينزل الله سكينته على المؤمنين حتى لا تزيغ قلوبهم. قال: وينزلها الله عز وجل، يعني تلك السكينة، على من أتاه فرح حتى تعدل فرحه. قال: وكم من شخص أتاه ما يفرحه من هذه الدنيا، أتاه الفرح لكن لم تأته السكينة فانقلب ذلك الفرح ترحا، يعني أنعم الله عليه بنعمة فعصى الله عز وجل، ولم تنزل عليه السكينة حتى تعدل ذلكم الفرح.